يقول أحبك لكن أنا خايفة من الارتباط عموما. يعني حلو أن شخص يعني يتابعك يحبك، يعني أنت في باله، ها شيء وايد حلو. أنا ما أدري، أشوف أن خذ الجانب الإيجابي يا جماعة. النظرة ممكن بسهولة تكون سوداوية، ممكن بسهولة تكون سلبية في كل شيء في الحياة. في ألم، إيدي تألمني ما أقولكم كيف، لكن لازم أرجع إلى طبيعتي، لازم أرجع، لازم إن شاء الله برحمة الله بفضله. لازم، ما تقدرين تتوقفين، الحياة ما تتوقف، الناس بتكمل، أنت بتوقفين عن شيء أنت بتروح عليك، الحياة محسوبة عليك، النفس محسوب عليك. لا، خليني أعيش على الأقل، على الأقل بعض من السعادة، بعض من الرضا، بعض يعني في تعب، في شقاء، في ألم، في ابتلاء، في، لكن في سعادة، في رضا، في طيب، في أهل، في أصدقاء، في صحة. يا الله، نعمة الصحة هاي بروحها. فلا تحطون، يعني أنا أقول لك أنت، يعني أنت إذا الشخص هذا زين مريح وأنت هذا، توكلي على الله، توكلي على الله، بس أتأكدي إن أهلك راضين.